بره في مصر. السلام عليكم، انا من ساكنه مراكش. شفنا هذيك الامطار اللي جات تبارك الله ما شاء الله الحمد لله بها، حنا يعني مراكش سنين وحنا كنتظروا بحال هذيك الامطار، ولكن ماشي لدرجه اننا نشوفوا هذوك الكوارث اللي وقعوا. ماشي غنقولش كوارث وانما شبه كوارث، يعني حبذا لو السلطات المختصه بهذا الشيء ديال الارصاد الجويه نسقات مع هذوك الناس اللي كيقوموا بهذوك الاصلاحات ديال هذوك المجاري ديال الماء، يعني ولو انهم غير يتسرحوا غير شويه، حيت ما جاتش شي شتا اللي غنقولوا ديال ساعتين ولا ثلاثه السوايع، تقريبا غير ساعه ديال المكانه ديال الشتا جات متصله. ولهذا انا كنت كنتمنى انه تجي هاد الشتا ونكونوا فرحانين وما نشوفوش هذوك المآسي عند هذوك الناس. لا ننتظروا شيئا في الحقيقه، ما كنتظروا منهم حتى شي حاجه. يعني انا يعني ربما شفت واحد المواطنين، هما شفت طلع لي واحد الفيديو، شفت واحد جوج ديال المواطنين هما اللي نزلوا وحلوا هذاك الشيء بيديهم وعتقوا شي ناس. ايوا المهم المسؤولين راه تيشوفوا في هذا الشيء، راه حتى شي حاجه ما كتغبر عليهم، راه كلشي كيشوفوه. كنتمناو يحطوا اعتبار انه تقدر تجي امطار اخرى وما نوقعوش في هذا الشيء ما يتكررش. الشيء هذا الشتا هو اللي جات مراكش ان شاء الله، راه الحمد لله نشكروا عليها من بعد واحد 7 سنين تقريبا ديال الجفاف اللي عرفها المغرب كامل من الجنوب حتى الشمال. هاد الشتي وهادي الحمد لله روات شويه الارض، وانا ماشي من منطقه مراكش بالضبط، انا سرغيني ساكن في النواحي قلعه السراغنه، جات شويه كان عندنا تما الجفاف شويه عقبات خضرت خضرت شويه الارض شويه عندنا تما، ولكن المشكل الوحيد اللي طرالنا هنايا هو دوك القواز. القواز تيتخنقوا لينا تيتخنقوا لنا بحال هكا، الطواليطات تيبقاوش خدامين بحال هكا، هذا هو المشكل الوحيد اللي نقدروا نسميتو نستبعدو من هاد الامطار الخير. والحمد لله الحمد لله على هادشي، هادي كانت باغيه الوقت هادشي هادي الصراحه، والحمد لله الحمد لله. داكشي تيبقى بيد الله، هو اللي عارف الحكمه في داكشي اللي طرا، والحمد لله داكشي راه بغاتو الوقت، واخا ضروري ما يكونوا كوارث ضروري.